حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه. قال المطلب ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك. فقال المطلب فلا أدع السجود فيها أبدا. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن أبي وداعة السهمي عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب وكان بعد لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد.